أعتقد الطعون ما راح تكون يعني مؤثرة كثيرا. يعني هذا استشرافي، لأنه أشوف إنه الأمر ماشي بإكمال النتائج وهذا العد والفرز للـ6% المتبقي، وستمضي للمصادق على نتائج الانتخاب. حتى وأن مثلا انضم موقف القوائم الحزبية الخاسرة إلى موقف التيار الصدري، ما راح تقدر تغير شيء؟ يعني ما لا لا ما ما أعتقد سيتغير. بالتالي الخاسرين هم أخوة ومش أصدقاء يعني، لكن مو بمعنى هسه ما نتحدث عن أنهم مرفوضين. يعني أكو مرشحين جابوا 5000 مثلا في 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 المحافظة، لكنه كان في قائمة ضعيفة وقائمته ما وصلت العتبة وما حققت زين، وأكو سوء لتوزيع المرشحين. يعني لا زال أنا أقول للأسف البعض من القوى السياسية لحد هذا، يعني إحنا كم سنة صارت عندنا انتخابات، ما يفهمون يقرون العملية الانتخابية بصورة صحيحة، المناطقية الانتخابية بصورة صحيحة، ما يعرف يوزع مرشحي على أساس ويستهدف ناخبي والجمهور اللي يريده. فأعتقد البعض من عندهم فشل في أن يحقق أن يرسم ملامح قائمة انتخابية متكاملة حتى يحصل على استحقاق انتخابي كامل. أنا ما أعتقد أكون ضمام. بالتالي الذين خسروا زين هم عندهم طموح وعندهم جو ويطمحون إلى أن يحققون شيء سياسي، والتيار الصدري هو تيار مقاطع لهذه العملية السياسية ومنسحب عنها، فما أعتقد أنه سيحدث تعاضد وتكاتف. يعني هذه فرضية ولا حتى فرضية يمكن ما تعتقد حضرتك أنه يحصل تصادم. التيار الصدري رافض لهذه الانتخابات، والجميع اشتركوا في هذه الانتخابات، فما أعتقد أن التيار الصدري سيرحب بهم ومثلا يقول لهم تعالوا انضموا إلى صفنا، لأن بالتالي هم شاركوا في الانتخابات الآن يجون ينضمون للتيار الصدري. ما سمعت سؤالك الأخير عزيزتي. يعني قلت يمكن حتى ما يصير هنالك تصادم مستقبلا بين التيار الصدري وبعض القوى السياسية. لا لا ما يعني ما اعتقد هذه الفرضيه. طيب السيد مهدي، اعتقد اكو نوع من الهدوء. نعم. البعض كان يراهن على انه التيار الصدري سيفشل هذه الانتخابات، لكن حكمه سماحه السيد مقتدى الصدر اثبتت لنا شيء مختلف، وذهبت الامور واكتفى التيار الصدري بالمقاطعه الشعبيه، وهذه نقطه تحسب للتيار وتحسب لزعيمه سماحه السيد الذي ضبط ايقاع الجماهير الصدريه وخلى الرافض يرفض في مقاطعته وترك الانتخابات، والمصوت يذهب ويصوت لهذه في هذه الانتخابات.